قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم أصوات الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا. ولكن كيف يرى الحمار والديك الشياطين والملائكة؟ تابعوا معنا لنعرف هذا معا. ولكن قبل أن نبدأ مشاهدينا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو دعما لنا، والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. خلق الله للإنسان جهازا بصريا يختلف تماما عن الحيوان، وهذا الجهاز محدود القدرات، فلن يقدر على رؤية بعض الأشياء منها الجن والملائكة. ولكن القدرة البصرية للحمير والديكة فهي مختلفة، فإنها ترى الأشعة، والشياطين من الجن وهي من الأشعة تحت الحمراء، لذلك ترى الحمير الجن ولا ترى الملائكة. أما الديكة فهي ترى الأشعة البنفسجية، والملائكة مخلوقة من نور، أي من الأشعة البنفسجية، لذلك يراها الديكة. وهذا يفسر لنا لماذا تهرب الشياطين عند ذكر الله، والسبب أن الملائكة تحضر إلى المكان الذي يذكر فيه اسم الله فتهرب الشياطين. والسؤال هنا: لماذا تهرب الشياطين عند حضور الملائكة؟ والإجابة على هذا هي أن الشياطين تتضرر من رؤية نور الملائكة. بمعنى آخر، إذا اجتمعت الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الحمراء في مكان واحد، فإن الأشعة الحمراء تتلاشى. وقد خص الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان يرى بالليل كرؤيته بالنهار، وهذا ما توصل إليه العلم بعد 1420 عاما، وذلك عن طريق المناظر الليلية التي ترى بالليل. ورغم ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوق بصريا على هذه المناظر، وذلك لأنه يرى بالليل كرؤيتنا نحن بالنهار. أما المناظر الليلية المصنوعة الآن فهي لا ترى بالليل، فأكثر هذه المناظر تكون الرؤية فيها ذات لون واحد، أخضر أو أحمر مثلا. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصفوف كأنها الحذف، والحذف هي الأغنام السوداء الصغيرة. ولكن هل يستطيع الإنسان رؤية الملائكة والشياطين؟ قال تعالى لنبيه الكريم: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كل إنسان على بصره غطاء يمنعه من رؤية أشياء كثيرة، وبعد الموت يزاح هذا الغطاء فيستطيع الإنسان رؤية كل شيء، الجن والملائكة والشياطين وكل ما عجز عن رؤيته في حياته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان لديه بصر حديد، وكما ورد في الآية: فقد أزاح الله عنه هذا الغطاء ليرى كل شيء، فكان يرى الملائكة، وكان يرى من خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: أقيم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم، رواه البخاري ومسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله.